القصبة عطينا طبعاتك على هاد المباراة هذه وعلى هاد النشاط. خويا العزيز شكرا على السؤال في محله، ولكن المقابلة راح تجي اليوم على 6:30 في القاهرة. أنا نظن مقابلة صعبة، ولكن مقابلة ستكون يعني على كل حال نطلبوا رب العالمين ونطلبوا الفريق الوطني يكونوا يعني كما يقولوها يحفظهم المورال، يطلع المورال. احنا رانا مع الفريق الوطني ران بعد علينا، ولكن نتمناو الخير لبلادنا وبالاخص انا بجهود يوسف. المقابله اللي قلت لي انها راح تجي في القاهره مقابله صعبه، احنا ما نقولوش صعبه، عندنا اولاد وعندنا شباب وعندنا لاعبين. تعزوز ماذا بك تقرا الرساله؟ رساله بعد قليل. مقابله ما نقول لك شيء، على كل حال زوج مقابل واحد او واحد مقابل صفر. انا نظن على حسب معلوماتنا دعاء الكره ويكون دعاء للفريق الوطني ان شاء الله. ان شاء الله هذا السؤال يعني على الكره الاخرى. جينا نعطيكم يعني فحرة لهذه البلديه العزيزه علينا، وهي بلديه الحطال في غود وذي دوش قائمه طويله، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الكبير جيغود يوسف، السيد جريني عزوز ساكن بجيغود يوسف 14 استقلال بمستقبل تونا رقم الهاتف مع عزوز. السيد جريني عزوز من منتصف المنتخب الوطني الجزائري، في حالة إذا لم تهزم الجزائر في معركة مصر سننتحر على الساعة 00:00. سيدا بالجزر المعلقة في قسنطينة او بالجهود على زوج السكه الحديديه او بالتسمم. فيشكر عليك كثير. سوف تبقى في التاريخ وسوف تفوز الجزائر ان شاء الله في القاهره، سنبكي الملايين من المصريين وبالاخص شباب جهود يوسف. يعطيك الصحه سي عزوز. الكلمه الاخيره. اي يعطيك الصفقه عليها. الشعب الكبير وهو زياني كريم، نتمنى ان شاء الله ننتخب. ترفيقه ترفيقه ترفقوا البنات ترفقوا. صفق عليه نينا، صفق عليه شو معي نينا. المدرب الكبير في المنتخب الجزائري نينا. تحية الجزائر.